رمضان بي احمد مربي نحل. بون المهنه هذه انا باش اللي تمارس المهنه هذه الفضل الاول كاع يرجع للاب تاعي. وحنا تبدلت خدمه نحل مش كيما كانت بكري حط صندوق في بلاصه عام كومبلي. دوك حنا كيما دوك رانا نتبعوا فتره الازهار، والفتره تاع الازهار تختلف من منطقه لمنطقه. هي لو ترونزيمونس تاكل الدراهم بزاف، تاكل الدراهم وتطلبوا اثمان باهظه. لازم لك شاحنه، لازم لك خدامين، لازم لك يد عامله، لازم لك ثماتيك توصل بلايص تحط فيهم النحل، لازم تخلص موانين التراب ودير عليه عساس، ولازم تدير له خدام يجيب له الماء. انا بالنسبه للطموح تاعي ان شاء الله نكون من اكبر النحالين في الجزائر، ونساهموا في تنميه الاقتصاد الوطني سيرتو في ماده العسل هذه، باسكو هذا العسل هذه حاجه ثمينه، باسكو احنا للعائلات الجزائريه كما يقول لك راهم فاقدين هذه ثروه نبيله هذه، باسكو هو العسل تستعملو غذاء قبل شفاء، ماشي انسان حتى يمرض باش ياكل العسل. ما تجيبش تدخل حاجه زياده، يكون دخلت تضارب لا يا دي المهنه تحب الصبر بزاف، والانسان اللي مقلق ما ينجمش يخدمها، لازم يكون بالك واسع. وعبك هي شوف النحله كيما هي نشيطه، تظل تخدم وتجري تجيب العسل تجيب حبوب اللقاح، لازم انت تكون كيما هي.